السلام عليكم إخواني أخواتي الكرام، مرحبا بكم في وصفة جديدة على قناتي وقناتكم نور زيندا للوصفات البسيطة والشهية أيضا واللذيذة واللي ما كتكلفناش كما عودتكم كالعادة على وصفات اللي هي ما كتاخدش منها وقت وما كتاخدش منها بطبيعة الحال مقادير كثيرة كما كتشوفوا قدامكم. فغير من الألوان تيبان لكم أنه راه هي وصفة غتكون فعلا ممتازة بالنسبة للدراري، بالنسبة للناس أو الناس اللي ما كيتلوكوش الخضار هكا، فهذه أحسن حاجة أنكم ديروا هذه الوصفة اللي هي وصفة متكاملة اللي كتجمع ما بين اللحم وما بين الخضار. فغادي نخليكم مع المقادير إن شاء الله. وقبل ما نبدا معكم المقادير كنتمنى بالناس اللي باقي ما اشتركوش يشتركوا يدعمونا يشجعونا يطلعوا هذه القناه. هنا كما كتشوفوا فعندنا جوج صدوره ديال الدجاج، بالنسبه للكميه فهي تتبقى على حسب افراد الاسره. بالنسبه للناس اللي بغاو يستعملوا لدان فهي ايضا كدال. غادي نشدوا هذا الصدر، غادي نقطعه الى قطع صغيره وغادي نبدا نقطعه بالاستعانه بهذا الموس يكون ماضي. سنأكد انه خصها تقطع ما خصهاش تطحن، يعني ما بغيناش الكفته ديال الدجاج، لا بغينا هاد القطع هادو يبقاو هكا ولكن يكونوا قطع صغيره جدا. المهم غادي نستمروا على هاد الطريقه هذه حتى كنقطعوها الى قطع صغيره جدا. كنديرها في واحد لوبول، من بعد نستعرض معكم المقادير كامله ونخليكم مع الصور. كنزيدوا واحد الفلفله حمراء حتى هي كنقطعوها الى قطع صغيره جدا، كنزيد عليها واحد شويه ديال الفلفله الخضراء. بالنسبه للناس اللي بغاو يكثروا منها يكثروا منها، كندير واحد الدرس ديال الثومه الا كان كبيره، اما الا كانوا صغار كنديروا جوج دروس ديال الثومه. وعاود كنديروا جوج المعالق ديال وحده معلقه تاع القزبور وحده تاع المعدنوس، وكنديروا الملحه والبزار. بالنسبه لجوج سطوره ديال الدجاج كنديروا جوج المعالق ديال النشا، تنأكد جوج المعالق ديال مايزينا او نشا الذره. ومن بعد كنديروا بيضه كامله، كنخلطوا الخليط و اللي بغى يخليه يرتاح سيخليه يرتاح باش يعني عنده الوقت باش يتشرب هذوك المكونات كاملين، واللي ما بغاش فمن طبيعه الحال كيطيبوا. كندير واحد المقله اللي كندير فيها واحد المعلقه تاع الزيت، زيت المائدة او اللي بغى الزيت البلدية، وتنقليهم ماشي تنقليهم لانه غير معلقة، يعني تنحاول نطيبهم ونحمرهم في هذاك الزيت وصافي. هادشي اللي كاين كما عودتكم، فهي وصفة متكاملة، وصفة جميلة جدا ولذيذة. الاهم انها لذيذة بزاف، واي واحد كلها فغادي يولي مدمن عليها كما انا وليت مدمنة عليها بصراحة. وتنتمنى لكم مشاهدة ممتعة. نخليكم مع باقي الفيديو، الى اللقاء الى فيديو اخر. وقبل ما نمشي ما تنساوش تفعلوا الجرس وتشاهدوا الفيديو، يعني تدعمونا من الاول باش ما تفلتوا الطاش القصه من الاول حتى الاخر. تبارطاجيو مع الاهل ديالكم اللي كيبغيو بحال هذه الوصفات البسيطه، ومنها انكم تدعمونا ومنها انكم تستفدوا. فنخليكم مع باقي الفيديو، الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.